دينار ذهب، 500 من عزل من ذهب غليت دفع، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض عنده خبر اليقين لكن وصفه بالتناقض والعياذ بالله. تناقض ما لنا إلا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا شدة العار. فأجابه بعض العلماء وقال: يد ب500 من عزجد وديت ولكنها قطعت في ربع دينار، هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت فهانت على البال. إذا هذا الذي اعترض كان عقله هو الذي فيه خلل. إذا نحن السلفية تعظم العقل أن يعمل في مجاله، مجاله فهم النصوص وحفظ النصوص وتنسيق النصوص والاستنباط منها، ومجاله في الدنيا واسع جدا، كرسيه في الأرض، فهذا مجال العقل. هيخلي الكلام ده ينقلنا إلى السلفية والعلم، أظن أنا تطرقت بدرجة ما إلى ذلك. نحن نقول هناك أشياء الأصل فيها الإباحة ثم تنتقل تدريجيا إلى أن تكون فرض، ولكن هتبقى فرض كفاية. فرض العين يعني كل مسلم لازم يعمله، الصلاة، الزكاة، الصوم، الزكاة بشروطها طبعا، الحج بشروطه، وهكذا. فرض الكفاية الأمة ككل يجب أن يوجد فيها الأطباء والمهندسون لغاية صناع الخبز وجميع القمامة، كل هذا في الاصطلاح الشرعي يسمى فرض كفاية. فنحن نقول أن العلوم الدنيوية، البعض أحيانا يرى كلمة دنيوية كأنه ازدراء لها، نشوف أي تعبير تاني، بس احنا كان نقول علوم الدين القرآن والسنة وشروحهم، هذا نوع من العلوم، ونوع آخر علوم الدنيا من الطب والهندسة والاقتصاد والاجتماع، وكل هذه العلوم هي النافع منها للأمة والذي تحتاج الأمة لتسيير معايشها أو لمواجهة أعدائها فرض كفاية. أذكر لكم قصة يذكرها الأستاذ العلامة محمود شاكر في كتاب الطريق إلى ثقافتنا، يقول إن النهضة المصرية واكبت النهضة الأوروبية، أو كانت في نفس التوقيت تقريبا، لكن النهضة الأوروبية سبقت قليلا، لأن كان في عصر عصور الظلام في أوروبا، كانت هي عصور الازدهار في العالم الإسلامي. ثم حصل ان الاوروبيين بدأوا يتعلموا من الاندلس ويرتقوا، واحنا بدأنا ننزل لغاية ما الكرفين لا هم اللي علوا في العلوم الدنيوية. وفي التوقيت ده كان في مصر عالما فقيها كبيرا، العلامة الجبرتي، هو جد الجبرتي المؤرخ الشهير او والده، وكان كبير فقهاء الاحناف في مصر، وبدأ يسمع عن الهزائم العسكرية في العالم الإسلامي كله سواء في مصر أو تركيا، وسأل ما السبب؟ قالوا أن الأوروبيين متقدمون في علوم الهندسة، وأنهم صنعوا تقدموا في السباكة والخراطة خاصة، فصنعوا مدفعيات مع أن البارود اختراع إسلامي، ولكن هم طوروا أداة قصف ذلك البارود، وبدأ معايير الحرب تختلف تماما، القواعد الفروسية صارت غير قادرة على حسم. فهجر الجبرتي مكتبته الشرعية، وباللغة العصرية استقال من منصبه ككبير لفقهاء الحنفية، وأحضر كتب الهندسة ودرسها حتى صار ماهرا فيها، وأنشأ مدرسة الخراطة والسباكة في القاهرة، وتخرج على يديه طلاب كان منهم مستشرقون. العلامة محمود شاكر وهو أستاذ في الأدب والتاريخ يرى من وجهة نظره الشخصية أن هذه المدرسة مثلت 50% من أسباب قدوم الحملة الفرنسية على مصر، ويقول أنا أتساءل أين مكتبة الجبرتي الكبير، وليس الجبرتي المؤرخ، سواء الشرعية أو الهندسية أين ذهبت؟ قل الحملة الفرنسية أخذت مكتبة الجبرتي الشرعية والهندسية وأخفتها إلى الآن. لو إحنا عندنا لنا قوة في مجلس الأمن ممكن نطلع قرار من مجلس الأمن البحث عن أسلحة، بدل أسلحة الدمار الشامل اللي ما بيلاقوهاش، البحث عن كتبنا
عشان نعرف، وبالذات دي كتب هندسية، أنا أدعو طبعا كل المهندسين دي علومنا الهندسية، يمكن نلاقي حاجة أحسن من اللي إحنا فيها دلوقتي مثلا. بلا شك علومنا الهندسية سرقت، لأن الجبرتي وضع مدرسة. طبعا العلوم في الوقت ده سواء الطبية أو الهندسية كان ممكن تقعد سنة اتنين تبقى طبيب ماهر جدا، يعني مش عشان برضه ما حدش يقول دلوقتي لا لا، ما كانش الامور بالتخصص الكبير دوت. هناك مكتبه هندسيه ضخمه جدا للعلامه الجبرتي اختفت من التاريخ، اخذتها الثوره الحمله الفرنسيه على مصر. احنا بنطالب بعوده. اذا العلم يوظف في مكانه يكون من باب المباحات احيانا، ثم ينقلب يكون من باب الفروض، والعلوم الهندسيه او الشرك يعني كلها من باب فروض الكفايات على الاقل، يعني فضل الله تعالى. ننتقل الى السلفيه والسياسه. لا، خلينا نقول برضو كيف يرى، كيف ينظر السلفيون للوضع السياسه في الاسلام. قل من افه معظم الباحثين اللي بيبحثوا في العلوم الاجتماعيه والسياسيه ان العلوم السياسيه الان الليدرز فيها الغرب. الغرب له تجربه ما مع دين ما. هذا الدين مر باطوار، نحن لا نتكلم هنا على يعني مناقشه هذا الدين كدين، ولكن مناقشه نظرته من السياسه. هذا الدين كان في وقت من الاوقات احد نصوص المقدسه الى الان، واللي هي معمول بها في اوروبا ربما دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. اذا عندما تحول المستغلون بهذا الدين الى التدخل في السياسه بل والتدخل في العلم، ولذلك مشكله دائما يقرنوا بين العلم والسياسه، كان انحراف منهم عن الدين الذي امنوا به والذي دعوا الناس الى الايمان به، لانه عنده الدين في نص ديني عنده بيقول ما تدخلش في الكلام ده. لكن كان في اشكاليه ثانيه عندهم جعلتهم يدخلون في هذا الامر، وهو التصور ان الوحي مستمر عن طريق الالهام. فالناس اكثر حاجه بتزعجهم اي اختراع علمي جديد، يعني دلوقتي هتلاقي كل الناس بتسال، يعني بالذات مثلا الاختراعات الطبيه، في علاج جديد لمرض كذا، ده له مصداقيه ولا هدفع الاف الجنيهات او غير ذلك. فما دام في يعني سلسله متصله مع الوحي، بدأ الناس يسألون من ما رأيكم في النظرية العلمية الفلانية، ما رأيكم في كذا، وما رأيكم في النظرية السياسية الفلانية. فوضع منهج علمي وسياسي تجريبي في مرحلة ما من مراحل التاريخ الأوروبي ونسب إلى الوحي. بلا شك العلوم دي بتتطور، لما اتطورت حدث الصدام بين الدين والعلم والسياسة، وبعد مزيد من القهر والاضطهاد والتنكيل بالعلماء، العلماء الفيزياء والرياضيات، والتنكيل بالدعاة والمصلحين السياسيين والاجتماعيين، حدثت الثورة الفرنسية التي كان أهم أهدافها فصل الدين عن العلم، عشان كده بيسموا دعوتهم أحيانا العلمانية نسبة إلى العلم، وفصله عن السياسة وفصله عن الحياة برمتها. يعني بعضهم قال مش عايزين دين خالص، وبعضهم قال فليكن الدين داخل دور العبادة. لما نظر المصلحون الدينيون عندهم قالوا هذا هو دينهم، دينهم يقول لهم دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. حصل اصطلاح بين الدين والعلمانية في أوروبا. المرحلة الحالية مرحلة الصلح بين الدين والعلمانية، وفق أن الدين أقر للعلمانية بأنها تقود الحياة وفق تجارب بشرية لا علاقة لها بالدين. بينقلوا لنا التجربة دي برمتها في ليست كل الأديان متساوية. ديننا بيقول إن الحكم إلا لله. ديننا بيقول وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. يعني من أول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا. فما عندناش مشكلة الكهنوت والكلام دوت. ده الرسول مبلغ. بمعنى تجب طاعته نعم، لكن انت عقيدتك ان اللي بيحكم فيك واحد فقط هو الله. التشريع حق خالص لله، وان اتبع وتتبع السنه لانها شرح لما نزل من عند الله. المجتهدون يشرحون وفق قواعد، كما ان اي نظريه في الدنيا محتاجه شرح.
بس ان هم وفي ضوابط للصرح في اي مجال في الدنيا. انا ما اقدرش النهارده يبقى عندي تكست بوك في علم من العلوم وهيدخل اقول انا خايف لا الدكتور يشرح علم تاني. في تكست ده انت كطالب حتى لو اول مره تشوف العلم لو ما لقيتش ان الصرح ده متوافق مع المتن هتقول لا ما هتقوم تسال. مستحيل جدا حد يتصور ان النصوص صارت عديمة الفائدة بهذه الدرجة. هنقول عندنا نصوص شرعية والوحي انقطع والشرع مستقر وكل الناس دورها الشرح او الاستنباط او التوضيح. الامر الثاني ما عندناش، يبقى ما فيش وحي مستمر، ما فيش طاعة لحد، ما فيش كهنوت، ما فيش مصادمة الى الان. الدكتور موريس بوكاي البروفيسور الفرنسي الشهير الف كتاب في يؤكد في ان لا يوجد تعارض بين القرآن وبين اي حقيقة علمية. قال الكلام ده قبل ان يسلم ثم اسلم بعده. اذا نحن نقول في النهاية الاسلام دين ودولة، الاسلام منهج حياة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاذا الاسلام يحكم بضوابط اللي خايفين في الناحية الثانية هيضيق علينا حياتنا، لا في ضوابط في المعاملات وباب الباب فيها واسع جدا. تقول مثلا مشكلة العقم كمشكلة، الطب الحديث أوجد حل اسمه تأجيل الأرحام وأوجد حل اسمه الحفن المجهري. لما عرض هذا وذاك على القواعد الشرعية قلنا إن الأول يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهذا يصادم احد المقاصد الشرعيه العليا. اذا ده حل طبي موجود ولكنه شرعا لا يجوز. والحل الاخر اظن ما يعني صعب جدا نقول ان ده حد من الفقهاء كان له يد فيه، دي ابحاث طبيه محضه ولكن لما خرجت الى النور الفقهاء قالوا يجوز. مجامع فقهيه موجوده وعلى هذا فقس كل ما يستجد من الحوادث. اذا الاسلام وضع الضوابط التي تحكم نظام المجتمع. هل مارست الدعوة السلفية، هل انا اجبت الان عن مكان السياسة في الاسلام من المنظور الذي ترى الدعوة السلفية، هل مارست الدعوة السلفية السياسة؟ دعنا نتكلم بمنتهى الوضوح. بينا نظرية السيادة ان الحكم الا لله وهذه اعلى درجة في السياسة. السياسة طبقات، لم تشتغل دعوة بهذه الطبقة العليا من السياسة كما اشتغلنا بها. الطبقة التي تليها التشريعات الكلية في أبواب الاقتصاد والاجتماع وغيرها اشتغلنا بها وبينا معالم الاقتصاد الإسلامي ومعالم الاجتماع الإسلامي وكيف تكون الأسرة في الإسلام، مكانة المرأة في المجتمع، ما هو الوضع الأمثل وضع المرأة في المجتمع، تشريعات كلية. وانتقدنا في المقابل التشريعات التي تخالف ذلك. هذه الدرجة التالية، الرتبة التالية من السياسة. الرتبة التي تليها امتنعنا عنها، رتبة فلان سرق كذا وفلان عمل كذا. وبمنتهى الصراحة والأمانة في ظل النظام السابق كل كلمة بتدفع لها فاتورة، ما كانش في اتجاه مستعد يدفع فاتورة كل حاجة في الدنيا، واحنا اخترنا ندفع فاتورة التأصيل واحنا لا نخجل من ذلك لا قبل ولا بعد. دفعنا فاتورة التأصيل وما كانش عندنا استعداد ندفع فاتورة التفاصيل، وكان في غيرنا بيعملها، بل غيرنا من غير الإسلاميين. طيب فإذا نحن نعترف أننا لا